نراجعك، مو احنا نرى ما نريد ان نراه. ارجع لما جاء في التحوير، لما جاني قدامي رئيس الحكومه الكلام الذي قلت له هو اقصى كلام قيل له في جلسه كامله. ارجع للتسجيل. لا نعرف مليح يعني، وانت تعرف انا نعرف وانت كنت حاضره كنت موجوده يعني. لكن قاعده نحكي هنا على تواتر الانتقادات، تواتر التعليقات، وكانه اليوم لا والله شيء. انا راني الليله ياسين العياري جيت محمله برشا اسئله وبرشا انتقادات وبرشا زيادة حاجات بها من الناس اللي قاعدة تتفرج فيك والمتابعين متاعك. قلت لك عثرني مني جاي لهنا باش فورمي لو باسون، قول أمور كما هي. سمحني يا أخي، احنا نبداو قاعدين، الرئيس يعمل غلطة الأولى وبعدها غلطة وبعدها غلطة وبعدها غلطة، يا أخي نتغضوا عليها لأنه الرئيس غير قاعد يغلط زيادة، يقولوا بأنه أنت متحامل. شوف والله شيء، قلت لك أنا كنت وعد انتخابات اليوم وعيد انتخاب، ونزيدك ما اكثر، غدوه تعدى لائحه صحف ثقه ما مشيش نصح فيها، يتعدى طريقه لعزل الرئيس ما نصحش فيها. لكن هذا لا يعني اني هكا غلط. يا اخي انا خبيت اللقاحات بما كان مطلوب، تخبي اللقاحات وانا اقول لا ايش عندي فيه، خاطر في عركه مع فلان وغازك معركه مع فلان.